اوكي، هاي أناستاسيا. الو، سوري، وير جاست ويتنج فور أناستاسيا تو جوين. الو، Hello, hi Anastasia. هاي. Thank you for being with us tonight. As usual, هلا you'll introduce yourself أكثر كمان للأودينس اللي معنا اليوم. As usual, Anastasia, your topics are very interesting. واليوم قررنا نحكي أكثر عن the early detection of autism وhow much early detection can improve or have an effect on learning with development will يعني have an impact on the child's growth. فهذا موضوع كتير مهم، وهلأ there are a lot of studies. صرنا يمكن أكتر وأكتر اليوم familiar مع the يعني autism والspectrum تبعه. So بهمنا كمان معك هيك نحكي شوي قديه كل يعني من أمتين فينا نعرف أمتين لازم حتى to seek help من أخصائي، وين ان داوت شو نعمل، وحتى يعني نفهم منك اكثر اهميه الايرلي ديتكشن لانه اتس جوينج تو بي اور فوكس فور تونايت. سو بيج ثانك يو فور بينج وذ اس تونايت. نحن بنطلب من الاودينس يلي دي ار كونكتد لايف هلا you can interact with us and we want this session to be as interactive as possible. So please تفاعلوا معنا through the app. عندكم مجال تسألوا أسئلتكم بالـ Q&A. So قدامكم على الأب في Q&A، فيكم تسألوا أسئلتكم، وفيكم تسألوا أسئلتكم anonymously تما يبين اسمكم بالتسجيل ويضل اسمكم كمان مبين. So Anastasia, back to you. عارفينا شوي عن حالك للناس يلي أول مرة بتحضريك، وخلينا نبلش بموضوعنا. أول شيء بدي أقول لك كمان ميرسي لإلك ساندرا ولسيرة يلي دايماً بتفتحوا المجال لكل المواضيع وللتوعية عن جد على صعيد كتير شامل بكل شيء بتعملوا. I'm a psychomotor therapist تقريباً إلي 9 سنين بالدومين. بشتغل أكيد مع أولاد عندهم صعوبات على all levels، من بيناتهم الأولاد اللي عندهم autism. I have my own clinic و بشتغل مع أولاد عندهم يعني learning difficulties, autism وكل شيء تاني. الموضوع اليوم اللي نقيناه موضوع مثل ما قلت كتير مهم، لأنه صرنا أكتر familiar لإله وصرنا كتير منسمع فيه، بس اليوم الطريقة رح تكون شوي غير. يعني نحن ما حنحكي كل الوقت شو هو الأوتزم أو شو الأشياء يعني لنعرف إنه الولد عنده أوتزم، أكيد حنحكي عنهم، بس رح نحكي أكتر ونبين الدراسات شو بيانيت عن كل شيء وقتا نحن نعمل الأرلي دياغنوسز، لما نفهم شو الأشياء اللي لازم نعملها للولد وكيف هيدا الشيء أكيد بأثر عليه على كبر. So رح نبلش. So, مثل ما التايتل واضح، نحن اليوم رح نكون عم نحكي كيف الـ early detection فيها تغير بالـ intervention، فيها تغير بالـ progress تبع الولد وكيف فيه يتطور مع الوقت. So تنبلش الـ early diagnosis أو لما نعرف على بكير أنه الولد عنده autism، هيدا الشيء كتير بأثر عليه للولد لعدة أسباب. أول شغلة هو رح يبلش ياخد الثيرابي اللازمة شو ما كانت تكون، رح يبلش يحصل عليها
بلس راح يبلش يحصل على سبورت اللي هو بحاجة لأنه حسب الكيس تبعه، حسب هو شو الليفل تبعه كمان وقد الصعوبات عنده كبيرة أو صغيرة. كمان إذا هو بمدرسة أو بجاردوري أو حيلا محل راح ينعمله الأكوموديشنز المضبوطة، رح نعرف ننقي السكول المضبوطة، الديكر المضبوطة، يعني نحن رح نقدر نعطي التشويس الصح للولد لحتى هو يكون عم يتطور ببيئة تحضنه بطريقة صح. بلس لما نكتشف هذا الموضوع على بكير سبيشلي من هو وصغير، نحن قدرين نخفف الديلي، نشتغل على الستيجز تبع التطور تبعه بطريقة صحيحة، نعمل الستيميليشن المضبوطة ونخفف قد ما فينا الديلي. رح أحكي أرجع أكثر عن هذا الموضوع خلال السيشن اليوم، بس أول شيء رح بلش عرف شوي شو هو الأوتيزم، ليه هو سبيكتريوم، شو الأشياء اللي نحنا منشوفها وكيف منعمل الدياغنوسيس. سو أول شيء مثل ما نحنا شايفين نحنا منسميه it's autism spectrum disorder ASD. هو it's a neurological disorder. سو بيخلق معه للولد، بأثر على حياته، على الانتراكشن تبعه، على الكوميونيكيشن، على طريقة انه يتعلم، على تصرفاته، سو على كل الليفلز بحياته. بس لازم نعرف انه هو شيء بيخلق مع الولد ومنكتشفه نحنا بعدين. مثل ما كمان بنعرف انه نحن فينا نحط الدياغنوسيس باي عمر ان كان، بس كتير مهم يكون عم ينحط تقريبا بعمر السنتين لثلاث سنين تنقدر نساعد الولد قد ما فينا. ومثل ما قلنا لانه هو شيء بيخلق مع الولد، سو كل ما الولد يكبر كل ما نحن نبلش نشوف ساينز، وول ساينز بخلونا نقدر نشك انه في اوتيزم او ما في اوتيزم، واكيد نروح عند الاشخاص اللي هن راح يساعدونا. مثل ما قلنا هو اتس سبيكتريوم لانه في عنا كتير ليفلز فيه، يعني مثل ما بنقول قد ما في عنا اولاد عندها اوتيزم قد ما نحن عنا كيسز مختلفة عن بعضها، ولا ولد بيشبه التاني ولا كيس بتشبه التانية. كل ولد عنده capacities بمحل معين، كل ولد عنده نقاط ضعف بمحل معين. أكيد إنه الجنرال بيشبهوا بعضهم بالسيمتمز اللي رح نحكيهم بعد شوي، بس كيف هو الأشياء منشوفهم بحياتهم it's different من ولد للتاني. بلس كمان كيف الولد بيتفاعل، كيف المحيط تبعه كله بأثر. مشان هيك لما نعرف هيدا الشيء من هو صغير نحن قادرين نعطيه سبورت على قد ما هو بحاجة لهيدا السبورت. نحكي شوي شو السبب يلي بخلي يصير في عنا الـ ASD. لهلا الدراسات ما بتفرجي سبب كتير واضح انه ليه عنا هيدا الشيء او ليه بيخلق الولد مع أوتيزم، بس الدراسات بتفرجي انه في عنا عوامل بتزيد وبتأثر. So, ولا مرة تصدقوا حدا بقلكون عنا أوتيزم لأن في هيدا الكيس. هيدول كلهم احتمالات نحنا منحطها ومنقدر يعني نقول انه البرسنتج أكبر لأنه صار معنا هيك خلال الحبل أو لأنه في حدا تاني بالعائلة. So, من الأشياء اللي بتزيد انه يكون في عنا أوتيزم، أول شيء انه already يكون في حدا من القرايب، من الإخوة، بالعائلة in general عنده أوتيزم. فيها تكون genetic mutation يعني هو بيصير accident خلال وقت الولد يكون عم يتكون. So كمان هيدا الشيء بأثر، بس it's an accident ما فينا نحنا نعرف قبل ونعمل شيء لما يصير. كمان مثل بكل الصعوبات اللي بيواجهها الولد، كل ما أكيد نكون نحن أكبر بالعمر كل ما هذا الشيء بيصير يخلي في عنا ريسك أكبر إنه يكون في أوتيزم أو حيلا شيء تاني أكيد. وكمان لما الأم تكون خلال الحبل عم تاخد دراجز أو حيلا أشياء بتأذي، حيلا أنواع أدوية كمان بتأذي، في هذا الشيء كمان يأثر. So إذا ما نعمل هيك مثل conclusion، so الدراسات بتقول إنه it's genetic and أشياء related للإنفايرمنت يلي الولد بعيشه إن كان بس يخلق أو خلال الحبل. سو هو في شيء part genetic والأشياء اللي هو بيكون عايش فيها فيها تزيده أو فيها تخفف منه. تنحط الدياغنوسيس في عنا شغلتين لازم نكون عم نشوفهم. أول شيء عنا social communication and interaction skills. في عنا بهيدي البارت ثلاث أشياء. أول شغلة بيكون الولد
عنده deficit بالsocial emotional reciprocity، يعني إذا أنا قدامه وزعلانة هو ما حيشوفه أنا مغير الإكسبرشنز تبعه أو زعلان، أو إذا عم عيط عليه أو إذا عصبت، ما حيقدر يكون في عنا هيدا التفاعل الإيموشنال. كمان بيكون في عنا مشكلة بكل شيء non-verbal communication، مثلاً إنه يتطلع فينا لوقت طويل، سو فيكون ما بيتطلع أو فيكون بيتطلع بس دغري بيحول نظره لمحل تاني. إذا أنا بدي دله على شيء وضل عليه بأصبعي هو ما رح يرجع يتطلع معي على نفس الاتجاه. كمان كل شيء related للفيشل expressions، سو أنا أعرف إذا هو مبسوط زعلان ما بنقدر نكون عم نميز فيهم. كمان كل شيء related لأنه هو يكون عم يفهم relation، عم بيطور relation أو عم يعمل effort لحتى يحافظ على relation. So usually هن ولاد نحن اللي منجي لعندهم، مش هن يلي بفوتوا معنا بالكوميونيكيشن أو لحتى يقدر يكون عم يعمل ريليشن معنا. شغلة تانية يلي هي منشوفها إنه هن ولاد بيكون عندهم restricted repetitive behavior على كذا صعيد. So هن بيكون في عنا سلوك معين عم بيعيدوه، عم بيكرروه، وعم بيعملوه نفسه كل مرة. So, في يكون أول شيء كموتر موفمنت، يعني بيكون عم يبرم حوالي حاله أو حوالي الكرسي أو حوالي شيء، أو عم يعمل بإيديه أو بجسمه حركة معينة وبعيدة دايماً، أو في يكون عم يستعمل غرض بطريقة معينة. مثلاً إذا أنا بعطيه سيارة بيصير يبرم الدولاب تبعها كل الوقت بلا ما يكون عم يلعب فيها، وإذا أنا بتركه ما بعرف ساعة في ضل عم بعيد هيدي الحركة هيدي الساعة كلها. وكمان أوقات بيصيروا يعيدوا كلمات أو جمال بس ما بيكونوا بالكونتكتس طبعاً، يعني ما بيكون له المحل بالشي اللي هو عم يعمله، بس هيدا الشي بعيده وبكرره لأنه هو الأشياء بتريحه. كمان هن بحبوا الأشياء المتكررة، يعني لما نحط له روتين هيدا الشي كتير بيساعده بحسسه بسيكوريتي. وقت أغير شيء صغير منلاقي الرياكشن تبعه كتير غريبة أو يمكن ما بدها هالقد على usually بهيك situation. كتير كمان الانترست تبعهم بيكون غريب، يعني مثل ما قلت قبل شوي، يعني بيكون عندهم اهتمام ببارت من الشغلة، مثلا بدولاب السيارة أو بشيء معين وهالقد specific. مثلا بيصيروا يحبوا الحيوانات وبس بيعلقوا على الحيوانات، وبيصيروا كل ما يشوفوا حيوان بالدنيا بيحضروا قصص ريليتد للحيوانات. سو خلص بيعملوا مثل فيكسيشن على شغله معينه وما بقى بيغيروها. كمان هن اشخاص او بيكونوا هايبر او هايبو رياكتيفيتي عندهم. كيف يعني؟ يعني مثل ما شفنا في تو اكستريمز، سو حيلا سنسوري انبوت، ان كان فيجوال، ان كان بقصص بالتاتش، ان كان بقصص مثلا عم يسمعوها. سو يا بيعملوا رياكشن كتير كتير كبيره او كتير اوفر على الشغله، يا ابدا ما بيتفاعلوا مع الشيء الموجود. ومش هيك بنشوف كتير اولاد عندهم اوتيزم سلكتيف بالاكل، ما بيلبسوا كتير، يعني بيكونوا حتى سلكتيف باللبس، يعني مش حيلا تيستو عم يلبسوه بيتحملوه، مش حيلا يمكن شوز لبستهم ياه بحبوه، كمان ما بحبوا يلبسوا ابدا مثلا شوز، بيلبسوا صندال اكتر. سو كتير سلكتيف بهول الاشياء وبالرياكشنز تبع كل شيء سنسوري انبوت من المحيط طبعا. سوري أناستازيا، هون عنا أسئلة شوي. Both should be there. يعني if we find إنه في struggle على social communication, plus there is no repetitive behavior, is this enough to diagnose autism? And the reverse, يعني إذا a child is having a repetitive behavior, but his social and communication is okay أو هيك, is this also يعني should they both be present and both have struggles, both aspects? اوكي اول شغله انا اللي قلتهم هلا هن من الدي اس ام 5 اللي هو شيء كلنا ثيرابيست الحكمة بيستعملوه لنحط دياجنوستس مش بس للاوتيزم لحي الله شيء. سو بالدي اس ام 5 اللي هو كتاب بيقلنا شو الرولز لنشخص الاشياء، بيقولوا انه لا لازم يكون شيء عندنا، هلا رح نحكي عنهم اصلا بالسلايد اللي بعده، هو بالتو بارتس موجودين، يعني بالسوشيال ويل البيهافير بده يكون موجود بشكل ملحوظ ومن هن وصغار،
يعني إذا أنا let's say هو وصغير مثلاً عمر 3-4 سنين ما منشوف شيء خاصه بالbehavior، فجأة على عمر 4-5 سنين اكتشفنا هيدا الشيء، it's not autism، هيدا يمكن شيء تاني صاير شيء معه، في شيء على الصعيد النفسي. وإذا في بس قصص بالcommunication، يمكن في عنا هون delay بالspeech بتأثر إنه هو ما يعرف يتواصل مع المحيط تبعه. So they should be two both of them بالأشياء. في كمان number معين أكيد ما هو لأنه النورو اللي بشخص usually وبيرجع بحول لعنا، بيكون في عدد معين بكل وحدة يكونوا موجودين على جيري معينة لحتى نقدر نقول إنه في عنا autism. So it's not إنه أنا بشوف فيها الكم شغلة ونحط الدياغنوسيس. It's very specific وكتير هيك كتير هيك مثل دليكا إنه نقدر نحط هيدا الدياغنوسيس، ومش دغري كمان هلأ بحكي شوي أكتر عن هيدا الموضوع. So في بعد سؤال؟ لا كمان يمكن قطعت عليه إنه هل before two بيبين عنا هال behaviors هولي؟ يعني usually do you see them even younger than two؟ ويعني should we look for these signs نحنا؟ should we be alerted على هول؟ أوكي. هو إيه قبل عمر السنتين منبلش نلاحظ. بس رح أقول لك شغلة، مش من أول ما يخلق حنبلش نلاحظ، لأنه usually الولد أول ما يخلق هو بحاجة تياكل وينام ويغير الحوش وthat's it. كل ما يكبر ويبلش exposed أكتر على كل شيء social، حنبلش نحس إنه let's say أنا طبشت الباب بس هو ما عمل reaction، أو طبشت الباب وعمل reaction كتير قوية، مثلا لبسته تياب معينين وصار كتير يبكي، عم طعميه ما عم بحب كل شيء، عم بيكون كتير selective مش كل شيء عم يتقبله. مش ضروري كل هول الأشياء يعني we have autism، بس هن بنبلش نشوف signs. يعني usually بس يجوا لعنا على عمر سنتين let's say أو حتى قبل شوي، بنصير نسألهم كيف كان هو صغير، بصير يتذكروا إنه إيه بلا كان في هول الأشياء اللي أنت عم بتقولي عنها. so نحنا يمكن ما بنلاحظها لأنه بتكون شوي بعدها كتير هيك محدودة، بس كل ما يكبر ويصير exposed أكتر على كل شيء social حنبلش نحسن أكتر وأكتر. وأنا بالنسبة لألي وقت نلاقي حيلا sign لو ما في autism، لو في حيلا شيء تاني we should go to someone يساعدنا. إذا في delay معين بنشتغل عليه على هو وصغير، وإذا في عنا autism ونحط diagnosis بعد فترة معينة بنكون نحن already مبلشين الشيء اللي هو لازم يبلشه، يعني نحن ما بنكون عم نعمل شيء غلط. Okay, وهون أنت بتنصحي in case we detect something to go to a neuro، يعني شو بيكون neuropediatr، who's the lead on this؟ هيدا أول سؤال. واثنين بالsensory، هل كل السنسز are يعني فيها struggle، ولا مثلا في يكون بس السمع يعني loud noises are disturbing بس إنه he has no issues wearing clothes، ولا he has no issues مثلا with the touch أو شيء هيك، بس ال hearing is very heightened، بخاف من أصوات أو شيء هيك؟ يعني is it a whole system ولا في محلات إنه بيكون affected؟ okay. أول شغلة usually الأهل وقت يشوفوا signs مثلا let's say في عنا delay بالspeech حيروحوا عند speech، so هي مفروض تحول. بس أنا بالنسبة لألي once نحنا شفنا مشكلة معينة it's better to go عند doctor، نعمل كل الفحوصات القصص السمعية ما بعرف فحوصات دم anything، لأنه وقت في أشياء كتير صغيرة بتخلينا نفكر إنه نحنا عنا autism بس ما بيكون في autism، بيكون في شيء تاني. مثلا اوقات بتعبي دينه المي بالدينه ببطل يسمع، سو بصير في عنا مشكله بكل شيء كوميونيكيشن ونحن بنفكر انه في عنا اوتيزم بعدين نكتشف انه لا. سو انا بالنسبه لألي اتس بيتر تو جو نعمل فحوصات كل شيء ميديكال ونروح عند الشخص اللي عم نشوف انه في عنا مشكله، ان كان اذا مثلا كل شيء ريليتد لسايكوموتور سكيلز بنروح عند سايكوموتور، واذا عنا قصص خاصه بالسبيتش كمان بنروح عند السبيتش. وهن كمان رح يحولونا وقت يحسوا انه في شيء مش ظابط، هن they were referred us لعند نيوروبيدياتر، سو هو حدا مختص للاولاد بس بكل شيء قصص ريليتد لل 100%. كرمال قصه السنسز وكل شيء سنسوري، مثل ما أنا قلت إنه كل ولد شيء، so لا we don't have the same إذا بدك symptoms عند الكل، لا بيكون different حسب كل ولد كيف بيتفاعل مع الأشياء. okay clear.
So, مثل ما قلت السيمتومز اللي حكينا عنهم لازم يكونوا موجودين بالمراحل المبكرة عند الولد. بنبلش نشوفهم أكثر كل ما يكبر، كل ما هو يصير exposed أكثر على كل شيء social. لازم نشوفهم everywhere، بالبيت، بالمدرسة، مع رفقاته، بالplayground. ما في نشوف أنا مثلا هول البيهيفير بس بالبيت ونقول أنا أوتزم، يمكن لا في مشكلة تانية. so, كل شيء بنشوفه لازم يكون everywhere. وشغلة مهمة نتأكد منها أنه كمان ما يكون في عنا مشاكل تانية مثل ما أنا قلت، إن كان medical أو الـ IQ تبع الولد واطي، so عنا مشكلة عم بتفرجينا هول الأشياء. so نكون عن جد عم نحط التشخيص عند بطريقة مظبوطة، مع أنه sometimes بيكون في عنا أوتزم مع IQ واطي، so بيجوا combined مع بعضهم، بس it's better إنه نكون عم نتأكد من كل شيء قبل ما نحط الـ diagnosis، لأنه بيصير كتير صعب يعني وقت يكونوا combined مع بعضهم بتصير شوي الأشياء أصعب علينا إنه نكون عم نميز إذا من وراء إنه الـ IQ تبع الولد واطي عم بيصير هيك أو لا، هن they are combined. so ننتبه كتير منيح لهول الأشياء، ننتبه عند مين عم نروح لنحط التشخيص، وما نقبل إنه نروح عند دكتور ودغري أول ما يشوف الولد يقلنا الولد عنده أوتزم وخلص نحط التشخيص. so usually وقت نروح عند حدا لازم يكون عم بيحولنا عن psychomotor speech، ونعمل sessions على فترة معينة تقريبا 6 شهور لسنة، ونشوف البروغرس تبع الولد كيف عم بيكون، وعلى أساسها نرجع نشخص بطريقة 100% ونحط إذا it's أوتزم أو في عنا مشكلة بالستيميليشن أو الولد كان كتير إكسبوزد على سكرينز وصار عنا هول المشاكل يلي بتشبه الأوتزم. so, رح نحكي هلأ ليه it's a little bit challenging إنه نحط الدياجنوستيك. so, مثل ما قلنا ما في medical test، يعني أنا ما بروح بعمل فحص دم بيطلع عندي نتيجة بالآخر إنه في عندي أوتزم أو ما عندي أوتزم، لا هي observation، هي clinical observation تنعمل plus مع كل شيء assessments من عمله عند psychomotor speech وكيف هو الولد عم يتطور. so كل هول بيكونوا signs، وأكيد شو الأهل بيكونوا عم بخبرونا عن الولد كيف طفولته كيف هو بالبيت. so كل هول الأشياء بيكونوا combined مع بعضهم لنقدر نحط diagnosis بطريقة مظبوطة. كمان شغلة إنه فينا نحنا تقريباً to detect it على عمر 18 شهر بنحط الدياجنوستيز على عمر السنتين، بس أوقات it takes more time لنتأكد من الدياجنوستيز لعدة أسباب. so first إذا الولد ما بلش تربي على عمر صغير، so نحنا بنقول ما عطيناه وقته للولد، ما عطيناه chance لنشوف هو كيف رح يتفاعل. تاني شغلة إذا level تبع الأوتزم خفيف، so sometimes نصير نحنا شاكين إنه عن جد it's autism أو لا هو شيء غير، so كمان بخلينا نطول شوية نحط الدياجنوسيس. الدراسات تبينت إنه الولاد يلي نعملهم early diagnosis مع early intervention هن ولاد كان عندهم positive effect على حياتهم على long term، على كل شيء learning skills كل شيء social skills بحياتهم، وفرجوا أنه هن قدروا بعدين يخففوا من symptoms اللي نحن أو signs اللي حكينا عنهم، وخليهم يكونوا عم يعرفوا كيف يعملوا adaptation بالمجتمع وبحياتهم، لأنه signs ما بيختفوا كليا، يعني بضل في أشياء بس الولد بيتعود، في أشياء أكيد بطورها وفي أشياء بيتعود كيف هو يتأقلم معه. رح نحكي هلا أكثر عن importance of early detection. so early detection مثل ما قلنا هي بتخلينا يكون في عنا early intervention. so أنا لما نشوف حيلا sign وروح بلش therapy هذا الشيء كتير بيساعد الولد إنه يتطور. usually الولد اللي عنده autism هو ولد بحاجة إلى behavioral therapy، psychomotor therapy، speech therapy، وأكيد نشتغل مع الأهل لنكون عم نساعدهم بالبيت كيف يعملوا وكيف الأشياء هني كيف كمان يطوروها لحتى يعرفوا كيف يتواصلوا مع الولد. so ليه الـ early intervention هي كتير مفيدة؟ لأول شغلة وشغلة كتير مهمة إنه الشيء نحن أكيد بنعرفه يلي هو الـ brain plasticity، يعني
على عمر كتير صغير وأكيد لعمر معين بدل لتقريباً الأدوليسانس، الولد بيكون البرين تبعه كتير فلكسيبل مثل كأنه سفنجة كتير بتمتص وفيها ترجع تعمل مثل كونكشنز جديد حتى يطور حاله ويساعد أنه يكون عم نطور الكاباسيتيز تبع الولد. كل ما يكبر بضل هذا الشيء موجود بس أكيد بيختلف، يعني كل ما هو يكون صغير كل ما الأشياء تكون أهين، كل ما البروغرس تبعه يكون أحسن، بس كل ما يكبر هذا الشيء بضل موجود بس ما منشوف النتيجة مثل وقت نبلش intervention بعمر أصغر. So بهيدي الطريقة لما نعمل early intervention بنكون عم نعطي الولد full potential ليفرجينا قد ايه هو الماكسيموم اللي بيقدر يعطيه، يعني بيوصل عمر كبير هو عطينا الماكسيموم يلي عنده، كمان بصير في عنا chances أكتر إنه هو يكون عم يتعلم، وفيكون أكيد بيا بمدارس دامجة يا بمدارس مختصة بالولادة اللي عندهم autism. so هون كمان إذا أنا ببلش early intervention فيني وصله ليصير بدمج بدل ما يكون بمدرسة مختصة للولادة اللي عندهم autism ويكون عم يتعلم بطريقة أكيد مع بروجرام معين مع أشياء معينة، بس فيهم يكونوا عم يتعلموا يكتبوا يقروا يكونوا عم يتعلموا ماتس، وبكون بروجرام عادي بس الريتم تبعه بيكون أبطأ. وكمان على عمر أكبر بيكون في عنا سايز أخف وقتها يكبر، بخفوا السايز، بتخف كمان كيف هو بيتفاعل مع هول الأشياء، وبيصير هو يعرف how to deal مع هيدي situation يلي بيكون هو مثلا مارق فيها. كل شيء social، كل شيء behavior، بنخفف كمان tantrums يلي عنده يلي هو بيكون عم يعملون، وهيدا الشيء كله بيرجع لما نكون عم نعمل early intervention بالأشياء يلي أنا ذكرتها هون. في عنا سؤال؟ ايه هون انا استاذة، قد ايه بتشوف البروجرس سريع؟ يعني من خبرتك قد ايه بتشوف البروجرس سريع؟ وقد ايه عن جد ريلي البرين بلاستيك؟ يعني السؤال هو اكثر انه براكتيكلي هاو ماتش امباكت اند تشينج دو يو سي؟ رح اقول لك شغله مع كذا ولد على عمر صغير، وفي حدا منهم تخرج مش من كتير، يعني من هلا من كم شهر بالترمينال، إذا أنت بتشوفي بتقولي إنه في هيك كم شغلة إنه يمكن بيستحي شوي، يمكن ما بعرف إنه منه كتير سوسيابل، بس هو حدا بيحكي بيتصرف قدر يوصل لمحل في التكنيك ويتخرج، عنده رفقة، هلا عم بنقش شي دومين معين تيعمله، سو كتير بتأثر. بلس أنا وقت أبلش مع ولد بعمر صغير بفرق أشهر فيه من الأهل حتى يشوفوا فرق كتير كبير، بيصير الولد كمان قصص كل شيء related مثلا اللي حكينا عنه قصص السنسوري بيصير يأكل معهم أحسن، ينوع أكتر بأكله، يبطل يصير يحب يروح على بلاي جراوند محل ما في ولاد، يعني شوي شوي بنصير نشوف اختلاف وفينا نوصل لمحل مثل ما قلت لك هيدا الولد نفكره أنه بيستحي، نفكره أنه في عنا هيك أنه it's a character، بس أنه إذا نحن ما بنعرف أنه هو عنده autism ما فينا نعرف هيدا الشيء. أوكي. هلأ رح أحكي عن red flags بطريقة مبسطة أكثر، so أنا حكيتهم شوي بطريقة يمكن كيف نحن كتيرابيست بنحكيهم، بس هلأ حأحكيهم بطريقة practical أكثر أنتوا كيف فيكم تشوفوا هيدا الشيء من عمر الولد الصغير. بس شغلة بدي أرجع عيدها، مش ضروري كل ما نشوف هول السايز يعني عنا autism، بس وقت نشوفهم we have to go to someone ليساعدنا شو ما كان الدياغنوسيس وشو ما كان السبب. أول شغلة مثل ما قلت بيكون في عنا الولد ما كتير بيعمل eye contact معنا أو ما بيعمله لوقت طويل، سو فيه يطلع ودغري يغرب بعيونه، ما بيرد على اسمه على عمر 9 أشهر، ما فينا نعرف إذا هو مبسوط، زعلان، سوربرايز، كمان على عمر 9 أشهر، لأنه يجي بهذا العمر الولد ببلش يضحك، يتفاعل شوي معنا، يزقف، يبكي، سو نقدر نعرف، بس الولاد يلي عندهم أوتيزم بيكون في عنا مشكلة نفهم هني شو عم بحسوا، ما بيلعب بقصص very simple وinteractive، يعني مثلا إذا أنا قدامه بدي كب الطابة ما بيرجع برجع لي إياها، ما بيكون في عنده أصلا هيدا الانترست إنه يلعب معي على عمر السنة تقريبا.
كمان على عمر السنة ما منشوفه بيقول باي، بيعمل مثلا قصص very simple نحن بنكون عم نعلمه إياها. كمان ما بيكون في عنا تقريبا عمر 15 شهر انترست لألعاب، سو منشوفه عم بنقي شغلة واحدة تيلعب فيها، بيلعب فيها بنفس الطريقة دايما وما بغيرها. سو لو أنا حطيت له كتير ألعاب أو لو أخذته على محل ألعاب ما بيفرجي إنه هو عباله يشتري شيء أو في شيء لفت له نظره. على تقريبا عمر ال 18 شهر ما بيدلنا، يعني إذا هو بده شغلة ما بيعرف to point بأصبعه لحتى يفرجينا هيدا الشغلة أو تيعبر عن هيدا الحاجة بهيدا الطريقة. حتى لو أنا I point هو ما بيطلع وما بيبرم نظره لمحل ما أنا بدي. ما بيقدر يحس إذا الشخص الثاني، مش ما بحس، ما بيعمل reaction إذا الشخص الثاني زعلان مبسوط ومعصب أبدا. تقريبا هيدا الشيء منلاحظه كمان على عمر السنتين. إذا هو ببلاي جراوند ما بيكون مهتم إنه يروح يلعب مع أولاد غيره أو يعيط لأولاد تيلعبوا معه، ما عنده مشكلة يكون عم يلعب كل الوقت لحاله. ولا مش الولد يلي بيلعب لحاله، كتير بسمع إنه إذا ولد بينزوي وما بحب يلعب مع حدا يعني هو عنده توحد. It's not like that، هي مجموعة أشياء مع بعضها. ما يعني بعمر معايا بنصير نشوف الولد إذا حضر شيء موفي وبيصير هو بده يصير مثل هيدا السوبر هيرو يلي عم يحضره، أو بيجي من المدرسة أو من الجاردوري عم يعمل مثل ما المعلمة بتعمل بالصف، بحط مثلا لنقول ألعاب قدامه وهو بيعمل كأنه تيتشر. سو ما بنشوف عنده هول اللي بريتند بلاي. إذا حطينا مثلا ميوزك ما بغني، ما بيرقص، ما بيعمل انتراكشن معنا. كمان شغلة كتير منشوفها، سو بيصير يصفصف ألعابه بطريقة معينة ودايما بنفس الطريقة. يعني لا تسيه وحط لنقول أنيمالز بسينة كلب عصفور، دايما بحط بسينة كلب عصفور نفس الأوردر نفس الطريقة وبطريقة كتير كونسيستنت بيشتغل. إذا حدا من الأشخاص اللي حواليه غير الأوردر أو شلوا إياهم من الأوردر اللي هو حطه فيه، بيعمل رياكشن كتير كبيرة، بيزعل، في يبكي، في يعني يكون رياكشن كتير أوفر على الشيء اللي صار، كتير بعيد كلمات وجمل بعيدهم وبكررون، بيلعب باللعبة بنفس الطريقة مثل ما قلنا قبل شوي، ما بغير طريقة اللعب تبعه، وبيعمل فوكس على بارت من الغرض. سو مثل ما قلنا إذا عطيناه سيارة بس بيلعب بالدولاب وبصير يحرك هيدا الدولاب بكل الوقت. إذا بالروتين تبعه تغير شيء كتير بسيط، في يكون هيدا الشيء عم يزعجه كتير. وإذا let's say مثلا غيرنا بلد غيرنا بيت، كتير هن ولاد ما بيعملوا adaptation بطريقة سهلة. It's normal إنه الولد ما يتأقلم بسرعة، بس أوقات في إشياء كتير بسيطة بحياتنا الولاد ما بتلاحظ إنه غيرنيها، أو الولاد اللي عندهم autism كتير بلاحظوا هول الإشياء وكتير بتزعجهم هيدي الشغلة. عندهم interest للإشياء لدرجة بيصيروا obsessed فيهم، يعني مثل ما قلت بحب مثلا حيوانات وأوقات سلكتف بالحيوانات، يعني حيوانات الغابة بصير يجي عامل كولكشنز منهم يحضر عنهم، بصير كتير يعني obsessed فيهم. He must follow routine وإلا هيدا الشيء كتير بيزعجه. في ضل يبرم حوالي حاله، مثلا بالبيت بنشوفه ما عم يعمل شيء، لو عنده كتير ألعاب قدامه هو بس يلي عم يعمله إنه عم يبرم بالبيت كله، عم يبرم يبرم يبرم، حتى لو أنا طلبت منه إنه يقعد بضل at some point يرجع يقوم. مثل ما قلنا هن عندهم unusual reactions على sound, smell, taste, look or feel، قصص كمان مش كلهم مع بعضهم، it depends للكيس بحسب الولد شو يلي بيزعجه أكثر. كمان في أشياء منلاحظها يلي هو هن عندهم تأخر بالحكي، مش كل الولاد عندهم autism ما بيحكوا، at some point في ولاد بتحكي حتى بالnonverbal communication بيتقدموا، بس على عمر صغير بنشوف انه في تأخر على هيدا الصعيد. كمان بكل شيء motor skills، لانه هن اولاد ما بيكون عندهم حشرية انه يروحوا يجيبوا الشغلة او يعملوا interaction مع الشخص يلي بوجهن، مثلا تسيفي تبين من الباب، ما عندهم هالmotivation انه يروحوا لعنده. سو ما بيستعملوا كتير الموفمنت تبعه، وهيدا الشيء بقدر انه يكون في عنا delay بالmotor skills. كمان على عمر أكبر بيكون في عنا كل شيء باللرنينج سكيلز، وأنا إذا بدي أعلمه colors, shapes، حتى عمر أكبر إشياء أكثر،
بنشوف انه كمان في ديلاي بهذا الموضوع، وبيكون عندهم كمان ديلاي بالكوجنيتيف سكيلز، يعني ما عندهم مثلا لوجيك معين، ما بيقدروا يركبوا قصه بطريقه معينه ويخبرونا اياها او يعملوا ستوري بالالعابهم. هن كمان اولاد كثير بحاجه انهم يحركوا، كثير هايبر اكتيف وامبالسيف، وما بيقدروا يركزوا لوقت طويل. سو بنشوفهم هن كل الوقت يا عم يمشوا يا عم يحركوا يا عم يعملوا موفمنت معين. كمان كثير سيلكتيف بيكونوا بالاكل، حتى بالنوم بعزبوا، ما بيناموا لوقت طويل، او بيوعوا مثلا بنص الليل بفكروا خلص انه خلص الوقت طبعا النوم. سو كثير بعزبوا بهول الاشياء. كمان اوقات بيصير في عنا مشاكل مثل constipation لانه سيلكتيف بالاكل، ما بيكونوا بياكلوا كل شيء، سو هذا بيؤدي انه يصير في عنا هيدا الشغله. كمان هن الايموشنز الرياكشنز بالايموشنز منهم كثير حسب السيتويشن، يعني في يمكن يضحك بمحل هو لازم يبكي، في يعمل رياكشن منه مظبوطه على السيتويشن يعني نحن فيها. كمان عندهم anxiety، عندهم stress، كتير بيعتلوا هم، كتير بينزعجوا من تفاصيل صغيرة، وهن أولاد ياما بخافوا أبداً. سو منشوفهم فيهم يعربشوا بطريقة أنه يأذوا حالهم لو بدهم يوقعوا، سو ما بخافوا من الأشياء، ما بيعرفوا أنه في عنا consequence للشيء اللي أنا عم بعمله، أو بالعكس بخافوا كتير لدرجة أنه ما بيعملوا شيء. سو إذا منلاحظ بكل هول الساينز في عنا دايماً two extremes، يعني يا في عنا الاكستريم الواطي يلي ما بيكونوا بيعملوا reactions أو reactions طبعاً كتير قليلة، أو بيكون في عنا الاكستريم الثاني يلي هو كتير منخاف، كتير بنعمل reactions على قصص sensory، كتير بيكون مثلاً البيهيفير تبعنا عم نبكي كتير أو عم نتضايق من حياة للشغلة. سو في عنا دايماً two sides معه. Any question؟ عم تسمعيني؟ Yes. هون أناستازيا كمان يعني وقتها منقول we are on the spectrum، فيك تفسري لنا أكتر؟ يعني مرات بيجي الدياغنوسيس إنه okay this child is on the spectrum of autism. كمان يعني ممكن نكون إنه هل early intervention بتساعد يلي على الspectrum الواطي، ولا هي at any point in the spectrum أنت فيه you will get good results and change. Okay, so مثل ما قلنا قبل هي spectrum، so في عنا يكون severe case مثل ما قلت في ولاد بتوصل ما فيها تحكي، بس نحن إذا بلشنا مع عمر صغير يمكن نستعمل الإشارات، so منلاقي طريقة communication معينة. أكيد الأولاد يلي الليفل أوطى يعني بالأوتيزم يعني بالسبكتروم الواطي بيكون أكيد فيهم يطوروا حالهم أكتر، بس ما نحنا ما بنكون بنعرف عمر صغير، يعني نحنا ما فينا نعرف هيدا الشيء غير مع المتابعة ومع الثيرابي ومع كل شيء بنبلش نشوف كيف البروغرس عم بيكون. بس أنا بقول إنه نحنا مثل ما قلت بالأول بنوصل الولد بالأرلي انترفنشن للفول بوتنشل، يعني هو قدي فيه يعطيني حيعطيني وقت أبلش early intervention. إن كان مثل ما قلت في cases بتوصل تتخرج من المدارس وبتفوت على الجامعة وبتعمل قصص ومنفكر إنه it's a character بمحلات، أو إن كان عم بقدر وصله إنه يتواصل مع محيطه على طريقته بيمكن signs بيمكن كتب بيمكن cards، بس at least نحنا نصير نفهم عليه ويفهم علينا ويطور حاله بأشياء معينة، يصير independent، يلبس لحاله يأكل لحاله، لو هن قصص بسيطة بس هي it's a progress للولد. رح أحكي هلأ شوي عن دور الأهل بهذا الموضوع. وأنا بالنسبة لألي الأهل هن أول شخص بلاحظ، وهن بيودونا على الطريق المزبوط لنحط الدياغنوسيس بكير، لأنه مثل ما قلت بالأول إنه الدياغنوسيس بينحط من وراء observations معينين عند الدكتور. so كل ما الأهل يلاحظوا early signs ويروحوا خاصة بأول سنتين من عمر الولد ونعمل early diagnosis، هيدا الشيء كتير بسهل علينا نبلش early intervention. so الأهل عندهم دور كتير كبير، كتير لازم ننتبه لهول الأشياء اللي حكيت عنهم قبل شوي، ما نسمع من الباقيين إنه بكرة بيمشي الحال، بكرة بيحكي عادي ما أنت وصغير كنت هيك، لا نروح ونطمن بالنا وما بنخسر شيء. سو إذا عنا حيلا شيء فينا نشتغل عليه أو even tips يمكن ينعطونا من ثيرابيست، هذا الشيء كتير منيح للولد.
So, بالنسبة لألي الأهل عندهم دور كتير كبير، وبعرف إنه لما ما يروحوا بكير مش هن بيكون ما بدهم، بس يمكن هن ما بيعرفوا. مش هيك نحن بنعمل كل هيدي التوعية تنضوي أكتر على الموضوع وتنساعدهم ونساعد الولد. هون أنا أستاذة، يعني في كتير أهل بخافوا يروحوا، لأنه بخافوا يعرفوا أو تو إنه خلص ابنهم is labeled or بنتهم as being autistic. يعني psychologically ما منكون ready، بيكون في خوف، منصير نفكر إنه إذا اليوم we share the diagnosis حتى مع المدرسة وهيك، هالولد بده يكون كمان مفرق أكتر من أصحابه، he is going to be يعني treated differently، رح يضطروا يمكن يشيلوه من مدرسة عادي، the changes that will come are overwhelming، يمكن في كلفة زيادة تنجيب أخصائية ونحكم وهي. So كل هالمخاوف هالتحديات بتصير يعني it might also scare the parents of going that early. فهون هيك يعني شو بتنصح الأهل وشو مساجك للأهل، خصوصا أنك أنت بتشتغلي مع هالولاد؟ يعني ما بعرف كيف بدنا نقول للأهل أنه لا really bringing them early، هيدا هدف السيشن اليوم، أنه really bringing them early makes a difference worth أكتر من هالخوف. رح أقول لك شغلة، هو شيء كتير صعب عن جد، إنه بفهم لما الأهل الأم تحبل والبي يعرف إنه في بيبي ويكونوا ناطرين هيدا الولد ليتواصلوا معه ليصير في interaction، يلعبوا هن وياه، يعملوا كتير قصص بيكونوا ناطرينه. It's not easy I know. ويمكن أوقات بكيسز تانية مثلا لما يكون عنا learning difficulty ما في communication، في هول الأشياء بالأوتيزم ما عنا إياها. يعني يمكن أنا بالنسبة لألي الأهل يلي بيكونوا رايحين كرمال يسمعوا إذا في أوتيزم أو لا أصعب بكتير من يمكن حيلا كيس تانية، لأنه شيء صعب لألون it's long term وحيعيشوا معه كل يوم. يعني يمكن بأشياء تانية ما بنشوفه بالدايلي لايف تبع الولد، سو بس يمكن academic. بالأوتيزم لا، عم نشوفها كل يوم، عم نعيش معها، وبدها كتير طاقة من الأهل لما especially يكون الولد بعد ما نعمل intervention، لما يصير يعيد كلمات يعيد جمل يبرم حوالي حاله at some point، شيء متعب نفسيا للأهل. أنا اللي بقوله إنه كل ما يروحوا أبكر، لو هو شيء صعب نسمعه حياخد وقت لنتقبله I know، بس وقتها نبلش نشوف ابننا عم يتحسن، عم بخفف هالأصوات بالبيت، عم بخفف إنه يبرم حوالي حاله، عم بخفف من الأشياء اللي عم تزعجنا فيه، رح نحنا نرتاح. لما نبلش أتعلم أنا كيف أتواصل مع ابني، كيف خليه يقعد لألعب معه، كيف شوف هول التطورات، أنا حأرتاح وأنبسط. So أنا بالعكس بعرف إنه it's difficult، بس أنا بشجعهم يروحوا بكير لحتى يبلشوا يشوفوا التطور أكتر، وصدقوني هن حيصيروا ينبسطوا بـ small details بحياته ما كانوا يشوفوها لما يطلع فيهم أول مرة، لما يدلهم على شيء هن very small details، بس هن كتير حينبسطوا فيهم. مثل ما قلت كل ما نروح بكير كل ما نساعده ونساعد حالنا. كرمال قصة المدرسة، إذا بنعرف نختار المدرسة أو الجاردورين صح، حيكون بالعكس هو عم يندمج بمجتمع وعم ينحط بمحل المعلمات بيعرفوا يتصرفوا معه، وما ضروري يكون عم بيروح مثل ما قلت على بس مدرسة بتختص بالولاد اللي عندهم أوتيزم، فيكون عم ينعمل له انتجريشن بمدرسة عادي مع بروجرام مع شادو مع أشياء معينة. سو هول كله حسب أنا أي متى بلش الانترفنشن تبعي، بأسره أنه كيف حطه بأي مدرسة. حتى المدارس اللي بتتقبل الولاد اللي عندهم حيلا شيء بيختلف عن غيرهم إن كان أوتيزم أو غير، هن مدارس بيعملوا توعية للولاد، يعني بطل في بولينج عليه، بيصيروا أصحابه ينبسطوا معه يتقبلوه يفوتوه معهم هن بيصيروا يروحوا يجيبوه تيقعد معهم ويلعب. سو كل هول الأشياء بتأثر، ولما نختار الأشياء المزبوطة أنا بحس إنه بالعكس أنتوا كأهل حترتاحوا. رح نكفي ونحكي هلأ عن أهمية إنه يكون في عنا ثيرابي. الولد اللي عنده أوتيزم هو بحاجة لـ ABA تنشتغل على البيهيجر، نخفف التانترومز، نخفف الرياكشنز بمحلات، نعرف نحن كيف نتصرف معه، لأنه يمكن إذا صرخت من اليوم لبكرة هو ما حيفهم علي. سو في أسلوب معين، في طريقة معينة أنا بكون عم بتبعها معه بالسيشنز مع الـ ABA وبطبقوها معه كمان بالبيت، هن بعلمونا هيدا الشيء. أكيد كمان بنشتغل مع سبيتش، كل شيء communication verbal non-verbal comprehension،
يعني بنبلش بالقصص النون فيربال والكومبريهنشن، انه يفهم الولد اول شيء نحن شو بدنا منه، يعرف بالقصص النون فيربال يعبر ويدلنا ويطلع فينا لبعدين يصير يحكي. اكيد سايكوموتور ثيرابي لكل شيء خاصه بالسنسوري والسايكوموتور ديفلوبمنت تبع الولد، وكل شيء سبورت للاهل فيه يكون او من هون ثلاثه ثيرابيست، او اذا حسينا انه نحن بحاجه لسبورت اكبر بنكون عم نروح اكثر عند سيكولوج انه يساعدنا. وشيء المهم بكل هول هي collaboration between the therapist is the key of a remarkable progress. يعني كل ما الثيرابيست بيشتغلوا مع بعض، بيجتمعوا يمكن from time to time، بيحكوا مع بعض، بحطوا الobjective تبع الولد كمان سوا، تما نكون عم نفوت ببعض بالإشياء اللي عم نشتغلها، كل ما الولد يتطور ويتحسن، لأنه للثيرابيست راح يكونوا عم بيساعدوا الأهل يعيدوا أشياء بالبيت، عم بيعطون التبس المضبوطين، وعم بيساعدون انه يتقبلوا الاشياء، يفهموا ليه هو بيعمل هيك. بحس وانس الاهل فهموا ليه عم بيصير معنا هيك، بتخف كمان الانزايتي تبعه، ويعرفوا انه في حل لهذا الموضوع، وانه هن فيهم يشتغلوا ليبطل الموضوع. شغلة كمان بدي ضوي عليها، كتير مهم الاهل ينقوا اشخاص بيعرفوا يشتغلوا مع اولاد عندهم الاوتيزم، لانه يمكن مش كلنا عنا هيدا الخبرة، او يمكن في اشخاص ما كتير بتحب يمكن تشتغل مع اولاد عندها اوتيزم. It's not easy، يعني ما نوشي هالقد هين. سو نعرف مين عم ننقي، نعرف كمان شو عم ينشغل معه بالسيشن، لانه بالنهايه الولد اللي عنده اوتيزم ما حيجي يقول لي شو صار معه بالسيشن بس يخلص. سو مهم بعد كل سيشن نحكي مع الثيرابيست شو صار، شو هي عم تشتغل، شو رح تعمل بعدين. يعني يكون في كتير كوميونيكيشن بيننا وبين الثيرابيست والثيرابيست من بعض، لنقدر نوصل لبروغرس احسن للولد. وشغله اخيره بهذا الموضوع، ما نعمل اوفر ستيميليشن. يعني انا مش كل يوم بدي اخذ سايكوموتور وسبيتش واي بي اي وبالبيت بصير نهاره فل بطريقه هو رح يتعب، ورح يمكن يعمل ات سام بوينت خلص بلوك، ما بقى بده يتقدم. سو نهاره يكون مقسم، الويك تبعه مقسم بين اشياء ثيرابي بلس يعمل اشياء تانية، او سبيشلي اذا هو بيروح على مدرسه او على جاردوري. يعني كمان الولد بحاجه انه يرتاح، الاوفر ستيميليشن ما بتساعد، بالعكس في يوصل لمحل يعمل ريجريشن وخلص هو ما بقى بده يتجاوب بالثيرابي. سو كثير نعرف كم مره ناخذه عند كل حدا حسب اكيد هو لشو بحاجه اكثر، والقصص بتبين بالاسسمنت اللي بينعمل عند كل ثيرابيست. ونعرف نحن كمان بالبيت أي متى نوقف، ومش كل الوقت عم نعيد معه الأشياء، وأكيد مهم نعيد exercises معينين، بس كمان هو ولد، يعني دايما نفكر إنه هو كمان هو ولد بحاجة ليلعب، بحاجة ليعمل أشياء غير إنه يتعلم وتربي. رح أحكي هلأ عن قصص بنسمعها كتير ونعرف إذا هي مظبوطة أو لا. So أول شغلة بنسمع انه، وكثير بنسمع انه الاوتيزم هاز ا كيور، في نعطي دواء حبه وات ايفر، اخر مره سمعت في سبراي اذا بنعطيه او عشبه معينه خلص هو حيصح. هيدول الاشياء ما تصدقون. وانا بعرف انه الاهل اللي عندهم ولد عنده اوتيزم بيتعلقوا بامل انه كثير بسيط، وهذا الشيء يمكن وقت يجربوا القصص اللي عم بيقولوا لهم عنه وما تزبط حيرجعوا نفسيا لورا، حيرجعوا على يمكن ليفل هن اصلا تخطوها وتقبلوها، وفجاه حدا عطاهم امل وراح هيدا الامل. سو لازم نفهمه انه الاوتيزم از ديزوردر بعيش مع الولد كل حياته، ما له حل غير الثيرابي يلي بتخفف من الامباكت تبع السايز تبع السيمتومز يلي بنشوفها عنده. سو هيدا الحل الوحيد، انه نكون عم نروح على الثيرابي يلي الولد بحاجه له. ما في فاكسان بيعمل اوتيزم. سو اذا الام حبلة واخذت فاكسان معين او ما بعرف نصير انه ايه لانه اخذت بحبلك هيدا الدواء او هالفاكسين او هيك صار في اوتيزم، لا اتس نوت ترو. مثل ما قالت الدراسات لهلا ما في سبب معين، بس لشو الكونكلوجن اللي طلعوها انه اتس جينيتك ان نون جينيتك فاكتورز يلي بيلعبوا سوا ليصير في عنا الاوتيزم. الاولاد اللي عندهم اوتيزم هن اولاد الاي كيو تبعهم واطي، اتس نوت ترو، بالعكس اوقات بنشوف اولاد عندهم اوتيزم عندهم الاي كيو كثير عالي، بيكونوا كثير شاطرين بالمات،
بيكون أوقات بقصص فيجوال بيقدروا يرسموا، بيكون بالميوزك شاطر. سو بيكون أوقات الولد اللي عنده أوتزم عنده هوبي كتير بيبرع فيها بعدين، وبيكون عن جد كتير قوي فيها. وشغلة لازم نعملها إنه الـ IQ تيست العادي منه معمول للولاد اللي عندهم أوتزم. سو هو ما بيعطيني رقم صح بالـ IQ للولد. لازم ننتبه لهذا الموضوع، لأنه بالIQ تيست في قصص فيها communication skills وهيك، الولد اللي عنده أوتزم ما في يعملها، مش لأنه الIQ تبعه واطي، لأنه نحن عنا الأوتزم. الأشخاص اللي عندهم أوتزم ما بحسوا بالإموشنز، it's not true، بحسوا بس ما بيعرفوا يعبروا. وفي كمان رينج معين من الإموشنز بحسوا فيها، بس هن أشخاص ما بيعرفوا how to express أو إنه يفرجونا إنه عم بحسوا معنا. الأوتيزم is a result of a bad parenting، إنه لأنه هو صغير عملنا أشياء معينة صار في عنده أوتيزم. It's not true، بيخلق مع هذا الشيء. A bad parenting أكيد بأثر على الولد بالريليشن تبعه، because عنده anxiety depression كتير أشياء تانية، بس ما بيأدي إنه يكون في عنا أوتيزم. وسبيشال دايتس كمان هاي كتير بنسمعها بتخلي الولد اللي عنده أوتيزم يبطل. So كمان هيدا is not true. يمكن أوقات منعطي special diet لنخفف السكر من الدايت تبعه كرمال الـ hyperactivity، أكيد هيدا الشيء، بس هيدا الشيء ما بيوصل إنه يبطل في عنا أوتزم. وأوقات يمكن هو بيكون sensitive أكتر على products معينين، so منشيله من الدايت تبعه، بس كمان منه الشيء بيأدي إنه يبطل في عنا أوتزم. آخر شغلة عبالي أختم فيها هي جملة. So if they can't learn the way we teach, we teach the way they learn. هيدي يمكن جملة بتطبق على كتير يمكن مشاكل الولد عنده إياها، بس أنا بشوف إنه الولاد اللي عندهم أوتيزم بتطبق أكتر معهم، لسبب إنه هو وعن جد حتى نحن كثيرابيست هو بعلمنا how to communicate معه، هو بعلمنا طرق جديدة، هو بخليني أعمل research، هو بخليني أفكر كيف أنا بدي أتواصل معه بالسيشن، لأنه أول ما يوصل لعندي حيكون ما بيفوت معي بإنتراكشن. سو الولاد اللي عندهم أوتزم كتير بعلمونا كأهل كتيرابيست كحتى معلمات بالمدرسة كرفقة كمحيط تبعه كله بيتعلم، لأنه بالأوتزم نحن بنعمل أدابتيشن مع الولد، مش هو بيعمل أدابتيشن معنا. Thank you very much أنستازا، كتير حلو يلي نهيتي فيه، لأنه هيك كمان كأهل يعني هذا المسج مش بس لقلنا يعني لأخصائية أو اللي عم نسمع اليوم، كمان كتير مهم للأهل يلي اليوم لازم يلاقوا طريقة تيقدروا to communicate مع their child وتيفهموا أكتر عالمه ويفهموا أكتر مثل ما قلتي أنه بيحس كمان بإحساس ويفهموا أكتر هالتصرف ومن وين جاي وكيف فينا نساعد this child. So big big thank you للسيشن اليوم. أنا اللي حفظته واللي كتير هيك I'm hopeful وpositive أنه yes there is change، وبالعكس early intervention is very important. منشجع الأهل كمان يلي عم يسمعونا to seek help، وأنه أنت موجودة على البلاتفورم كل خميس على سيرة. هلأ نحن رح ناخد بريك بالصيف شوي، بس بنرجع بسبتمبر تكوني موجودة كمان كل خميس عشية from 8 PM تنس، إذا بحاجة لدعم أو سؤال أنت موجودة كمان تتقدري تعطيهم guidance وين يروحوا كيف يروحوا مع مين يحكوا. فبيك بيك thank you لأنك you give back to community كل الوقت، وخلينا ننقل سوا to the room in case بعد في أسئلة. so سألت كتير أسئلة، بس in case حدا بعد عنده سؤال وحابب يحكي معك، نحن رح ننقل على safe space. هلا منوقف تسجيل ومننقل سوا على safe space where people can ask you questions من دون ما نسجل، وبيقدروا يطلعوا live يحكوا أو يتسمعوا على غيرهم أو يسألوك السؤال كمان anonymous. فأنا بس رح فرجي بس كيف ننقل على الروم.
ليلي أول مرة على سيرة، سو أنتوا هلأ بالراوند تيبل، سو عم تقشعونا لايف أنا وأناستازيا، وقدامكم ببين لايف تشات بولز كيو أن إيه. بدكم تطلعوا من الراوند تيبل، سو تكبسوا على الأرو وترجعوا على المين منيو تبع الأب. سو بالأب في بالمين منيو في المين، في راوند تيبل، في وان أون وان، في رومز. سو بدنا نكبس على رومز ومنشوف روم مخلوقة بالتايتل تبع الأوتيزم. نحن رح ننطركم هونيك بالروم، انتو بتقرروا إذا بدكم تطلعوا لايف معنا ولا لا، وإلا فيكم بس تسمعونا. ما بيتسجل مثل ما قلنا، وبكل يعني with all discretion فيكم تسألوا أسئلتكم لأناستازيا بعد معنا نص ساعة من الوقت معه. Thank you Anastasia again. Thank you لهال يعني giving your time and your expertise للcommunity تبع سيرة. Let's move to the room أنا وياكي ومنكفي حديثنا إذا بعد شيء أسئلة. Thank you so much.